تاع الجمله هما اللي يغلوا. الاسعار راهي منخفضه بلا حدود. انا نخدم الحلال اولدي، انا ما نخدمش الحرام. انايا راهي دي زويت الثوم راهي دير 15 زميل حابسه ما تتباعش. تروح للسوق تلقى السوم غالي على هذا. الاسعار معقوله يا اخي، راه في المستوى. غالي واش دير الله غالي، ما نخدمش. السلعه راهي بالفائض، احنا بالعكس احنا السلعه ما لقيناش اللي نبيعوها في السوق تاع الجمله تاع الخضره فيها خميس خشنا. الاسعار يعني انا واش راني نشوف الاسعار ما راهيش مرتفعه لدرجه تاع يعني ما كاش حاجه كي نهضروا احنا حاجه اللي راهي مرتفعه. ربما البصل اللوبيا الخضراء حاجه واحده اخرى ماهيش حاجه اللي راهي كاينه طالعه. طماطم راهي تسوى من 9000 لحد 12000. الزروديه 2000، اللفت 2500، 3000 حتى 3500. البسباس 2000. شي فلور كرومبيت ما لقاوش اللي من يبيعوا، رامي يلوحوا فيهم. البطاطا راهي تسوى من 3000 ل 4.5. حاجه واحده اخرى ما كاش حاجه اللي راهي غاليه يعني. ما كاش من هذا. تروح للسوق تلقى السوم غالي على هذه. واش قصدك السوق؟ السوق تاع الجمله الفرا 1500 ماكسيموم. فين تاع الجمله هما اللي يغلوا. هذه ديجا طامسو، هذه باك لا بيع فيها سي 12000 دير في السوق 13000. سا ديبو دي فوا طيح في لافير، طيح في الاسعار راهي منخفضه بلا حدود. طوماطيش شويه صوالح اللي جم الصحراء غاليين شويه البعد. هذا ما كانش لا ظاهلك هاد التبروري والجليد الكليمة هي سبابه. هذه هي سبابه. ما هذوك اللي ما يتباعوش ما يتباعوش. الكرومبيط يقعد يومين ثلاثه يدوه صحاب البقر. السلعه راهي بالفائض، السلعه راهي بالفائض. احنا بالعكس احنا السلعه ما لقيناش اللي نبيعوها. السلعه كي تكون بالفائض يلزم تكون ناقصه، يلزم تكون السلعه تاعها رخيصه. لو كان ما كانش السلعه، لو كان السلعه راهي غاليه يعني تجي دوكا ما تلقى السلعه ما تصيبش، تبى تشري ما تصيبش. دوكا راهي السلعه كاع بالفائض. راك تشوف السوق راهو كاين بالزياده كاع، واش حبي تشري واش حبي تشري. انتاج وراها بالفائض وراها سومه راهي رخيصه ما راهيش غاليه. الصلي يدير 11000، جلبانه دير 25000، زيت طوماطيش دير 14000، وفلفل يدير 18000. 14000 طوماطيش انا نشوفها برا ب 170 دينار. انا نخلع، انا واحد نخلع، انا واحد نخلع. الشلاظة البارح شفت هذه حاطينها 200 دينار، تجي لها شلاظات سوا 8000 80 دينار. من 80 دينار ل 200 دينار هي حاجة كبيرة. صافي تولي الرقابة برا ماشي لداخل السوق. بالجملة دير 10000، فهمتني؟ كاينة سلعة هنا خيرات ربي ما شاء الله. راهي دي زويت. البصل دير 3.5 4. 4000 ثاني جملة. جملة 4000، حاجة مليحة بصل. بصل يمشي خم من سلعة واحدة أخرى. يعني ما راهش كاينة حاجة اللي راهي غالية في خم. القارص راه يسوى من 150 دينار حتى ل 220 دينار. والثوم راه يسوى كاين من كاين من 200 دينار حتى نقولوا ل 400 دينار. دير 80000. 80000؟ شوف نجيبها من نقيه ونزيد نحي منها 5-6 كيلو. نجيبها من نقيه، من نقيه مولاها. غالي واش دير الله غالي ما نخدمش. وانا هاني نجيبها من نقيه، هاني نجيبها من نقيه. وزد نقيها ونحي منها 5-6 كيلو في 20 كيلو. الاسعار الكرومبيط 1000 فرانك ما يتباعش. القرو 1000 فرانك. الشيفلور 15 دينار 20 دينار. الثوم راه يدير 15000 حابسه ما تتباعش. وين القهوه 35000 برا؟ ما تحكيليش عاد يطيح بيبري، حكي لي على القرو. روح للقرو شوف الاسعار هنا. بصح بصح ماشي كيف كيف. ولا منقيه ولا ماشي منقيه وجيب هذا هاو عمره هنا نبيعوا فيها ب 30 ب 25 كيما هذه. ماشي منقيه كيما هذه. شوف انايا اذا تلقى فيها حاجه ماشي مليحه ولا شوف منقيه على حبه. هاي نقول لك شوف نجيبها منقيه ونزيد نحي منها 6 كيلو. الثوم 40000. الله يبارك. الله يبارك فيك. والقارص 20 25. بصح ماشي كيف السلام محمد علي نقيه انايا على بالك هو شوف ينقيها لي. بصح ماشي نقيه انا نحي لها غير يجي فوقانيا باك هذا ما كان. سيتو والله هذا ما كان يديرها ويخليها. انا تعرف انك يجيبها لي ولا غاشوف نحي منها 5-6 كيلو. قال ديال المشتري هذه. قول لي تاش انا نخدم الحلال اولدي، انا ما نخدمش الحرام انايا. شوف قلت نجيبها مخيره، نجيبها منقيه ونزيد نقيها. شوف شحال نحي منها. نحي منها 5-6 كيلو 10 كيلو نحي منها. بالجمله البطاطا راها من 4000 حتى ل 5.5. يعني الحسن السلعه المليحه 5.5. الاسعار معقوله يا اخي، راه في المستوى. مشكله راه في اصحاب التجزئه هذوك اللي راهم هاردين الحاله. مش نغلو احنا، نغلو احنا الطواب كل هاربين يخدم، كلش خدام يخدم، كلش يخدم.
فاهم؟ لازم تزيد، ما يخلص على الزاولي، ما مزاولي ياخذ معنا، ما احنا زاولو وما زاولو. انا ايش عندي هكذا 1500 1500 قانع بها تاع الساشيات هذيك هي دي 500 ناحية 1000 راك تاع الساشيات تاخذ دائما هذيك هي. طوماطيش 10000، طوماطيش اليوم في السوق دارت 9500. والقرعة؟ القرعة 9000، قرعة اليوم في السوق دارت 7500 في الجملة. قانع 1500 والحمد لله يا ربي نصيب قليل وندور. دوك انا كي تقول لي اللوبيا، اللوبيا خضراء غالية، اللوبيا خضراء انا ما نحسبهاش في الوقت هذا، ماشي تاع الموسم هذا، تاع بيوت بلاستيكية تاع الصحراء غالية، يلزم تكون غالية. يحللوا الزوالي. ماشي الفلاح، فلاح علينا، فلاح يطيلوا السوق ينحلوا كاع. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.